لونا طنوس صبية تمتلك مهارات يدوية جميلة، فما بين تصميم الإكسسوارات، رسم الجداريات واللعب بالألوان بتلاقوا لونا يوم بعد يوم عم بتوسع نشاطاتها الإبداعية وبتعطي للون في حياتها مساحة أكبر. تحياتي يا لونا. أهلا. رمضان كريم قبل كل شيء، وبتأمل إنه أخبارك منيحة. رمضان كريم على الجميع. تمام الحمد لله، أنا منيحة، يعطيك العافية. يعطيك ألف عافية. شفت ألوانك وجدارياتك المختلفة، وبهمني كتير يعني نطلع على المشاهدين على مين أنت ببطاقة تعريفية بس أساسية وبسيطة. أنا لونا طنوس، تعلمت فنون بجامعة حيفا، بلشت أطور شوي الرسم تاعي بالتمرن. بديت من لوحات صغيرة على وراق، بعدين على كانفاسين، بالآخر وصلتها للحيطان الكبيرة. بلشت أرسم على الحيطان، بنقدر نقول بلشت بغرفتي اللي كان صعب شوي أنتقل كيف قلت لكم من ورقة لحيط كبير. رسمت أول إشي المندلة، اللي أنا برسم كمان إشياء تانية، بس حاولت أبلش بالمندلة لأنه بالنسبة إلي المندلة هي علاج أكتر من ما هي إشي فني، اللي كتير ناس بيستعملوها للعلاجات حتى للكبار، لتلوينها حتى لرسمها. الأفكار لحالها بتصير شوي شوي تقول لك شو ترسم، أي أشكال ترسمها، مثل المندلة اللي هي شكل دائرة اللي انتو شايفينها هون وراي مبينة شوي نصها. بعدين تطورت أكتر، رسمت كمان على حيط آخر، حيط لأحد أقارب العائلة. بالآخر كمان رحت على حيط بالشارع بريني، كان أنا وزميلتي كمان بالجامعة، اللي كان أهون شوي إلي، اللي أنا ما كنتش لحالي هون، كان في إلي كمان حدا اللي ممكن أتكل عليه. رسمنا بالشارع، كان شوي صعب لأنه شارع كتير كان طويل وأيامات تحت الشمس، بس أبداً ما تعبناش وما حسيناش بالملل. قلونا شو المختلف بين الرسم، وأكيد في اختلاف طبعاً، بين الرسم على ورقة والرسم على جدار، يعني ناهيك عن أنه بمساحة عامة والناس رايحة جاية وعم بتراقب شغلك ومرات بتأثر عليه، بس تعال نحكي تقنياً شو الصعوبة؟ طبعاً الحيط أكبر بكتير من ما نرسم على ورقة صغيرة. بلشت أحس بالصعوبة لما أول إشي برصاص طبعاً، بدنا نكبر الحجم هون، كنت مهما أرسم ألاقي أرجع لورا طبعاً أشوف إنه كتير صغير ومش مبين، أمحى وأرجع أكبر أرجع أكبر. ده بالآخر لجيت حتى انتقلت للمدرسة، المدرسة اللي أنا بعلم فيها، مدرسة الكرميليت حيفا، قررنا نعمل مشروع اللي ندهن حيطان الملجأ عشان نعمل فيه فعاليات معينة. رسمت إبداعات للفان، مثل كل أنواع اللي نستعملها للفنون للدهان، وتطور هذا الإشي شوي شوي، وصرت بسرعة أقدر أحدد الأحجام اللي ممكن أعملها. جميل. من حجم صغير لحجم كبير، بطلت أعيد زي قبل، صار الإشي أهون شوي شوي. تعالي نحكي على حماية اللوحات أو الجداريات الموجودة في مساحات عامة ومفتوحة. يعني لما الإنسان بيرسم على حيط موجود في الشارع أو على جدار بفصل شارع رئيسي في بلد مثل الريني، ممكن يمرقوا ناس بس للفوضى، يعني يخربوا الرسمة أو يأثروا عليها، فيش إمكانية لحماية هاي المساحة. لا، وهذا أكتر إشي بزعج اللي بيرسم أو الرسام، إنه يرسم وحدا يضل يطلع على رسماته، لأنه طبعاً الرسمة من أولها بتبينش إنها حلوة، سير يمرقوا شو عم ترسمه، إيش هذا الرسمة، مش مبين شو عم ترسمه، هذا كله إزعاج ورا بعض، إزعاج وتحطيم نوعاً ما، لأنه الرسمة مش مبينة كاملة، ففي ناس اللي ما كانت تستحلي وتستغرب شو إحنا عم نرسم. بالآخر بلش شوي شوي يجوا، وكمان بضل إزعاجات إنهم يجوا يوقفوا يستفسروا يتفرجوا، وهذا الإشي شوي عوقنا بالرسم، وفيش كيف قلت حدا يقدر يوقفن لأنه إحنا بالشارع، بس بالآخر كل شيء طلع تمام. بتأمل إنه تكملي مسيرتك، إحنا بحاجة للمزيد من الألوان في كل شوارعنا العربية، ويمكن تكوني مفتاح وبداية لهيك مشروع. شكرا جزيلا لونا، بالنجاح دائما. شكرا لك.